شكرا الأستاذة زهرة حبيبتي رئيسة الجمعية التي نفخر بأن تقود هذه التجربة، تجربة البيت المذيع، والحقيقة تقودها بكل اقتدار وكل عنفوان وكل حيوية. نفخر كما قلت بأن تترأس هذه الجمعية امرأة بكل ما في الكلمة من معنى. سعداء بلقائكم في هذه الأمسية كما قالت الأستاذة زهرة، بعد سنتين صعبتين مليئتين بالألام، يعني ألم الجائحة، ونتوسم خيرا في أن نبدأ موسما ثقافيا تأخذ فيه الحياة مجراها العادي والطبيعي وتعود إليها ألوانها التي تعودنا عليها. كما لاحظتم في الملصق الذي نشكر عليه عضو بيت المبدع سي كمال على الإبداع، كل مرة يفاجئنا يعني بمجهوداته من أجل إخراج الملصقات بشكل لائق. يعني لاحظتم طنجة في الكتاب، هذه الفكرة تناقشنا فيها داخل مكتب بيت المبدع. الفكرة هي تستند على برنامج أو ركن يعني نقوم به بشكل دوري، يقدم فيه كتاب. الشرط الأساسي هو أن يتمحور حول طنجة، لا يهم يعني الموضوع أو تخصص يعني الكتاب، وكل مرة سنحاول أن نرى ونكون مع كتاب، سواء إما كتاب إبداعي أو في تخصص آخر، في التاريخ، في السوسيولوجيا، في أي ميدان من الميادين. إذن قلت سنهدف من خلال هذا البرنامج إلى الاحتفاء بكل الإصدارات والكتب والمصنفات التي جعلت من طنجة مادة وموضوعا لاشتغالها، سواء كانت منتمية لحقل الكتابة الإبداعية أو تعلقت بتخصصات ومجالات فنية أو تاريخية أو معمارية أو سوسيولوجية إلى آخره. مبادرتنا هذه تندرج في نطاق دينامية تتوخى، أولا تشجيع على فعل القراءة ومعاودة الارتباط بالكتاب والاحتفاء به كأكت إنساني وحضاري لا يجب التهاون في جعله حاضرا وفاعلا ومؤثرا في زمن يتسم بطغيان واكتساح التكنولوجيات الرقمية لكافة مفاصل ومناحي حياتنا المعاصرة. ثانيا، جعل الكتاب مدخلا ومعبرا لاستنطاق التاريخ الوجداني والأدبي والفكري لمدينة يجمع الكل على خصوصيتها التاريخية والجغرافية والحضارية، وعلى اعتبارها نقطة جذب تاريخي ومعبرا لشعوب وثقافات وحضارات تركت بصماتها على ملامح هويتها الكونية المنفتحة. هذه الهوية التي نحن مطالبون جميعا بصيانتها وتعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع. ثالثا، الدعوة إلى مبادرة إنشاء بنك معطيات أو مكتبة كبرى تختص بجمع وتنظيم كل ما صدر قديما أو حديثا من وثائق ومطبوعات ومخطوطات وكتب حول طنجة بجميع اللغات، والعمل على انخراط مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية وكذا مؤسسات البعثات الأجنبية في هذا الجهد الذي يهدف إلى حفظ ذاكرة المدينة وصيانة إرثها الثقافي ومخزونها المكتبي والوثائقي. رابعا وأخيرا، اعتبار أن النهضة الاقتصادية والتنموية والتطور العمراني وتطوير المنشآت والبنى التحتية سيظل ناقصا ومبتورا إذا ما أغفل
نهوض بالقطاع الثقافي ولم يشتغل على إثراء الجانب الرمزي والوجداني الذي يعد حجر الزاوية في أي تنمية بشرية. إذا من خلال هذه الأسطر يعني بسطنا فكرتنا وفلسفتنا في اختيار برنامج طنجة في كتاب، وسنعمل على أن نأخذ الموضوع بالجدية اللازمة. وفعلا بدأت تصلنا بعض الاقتراحات في بعض الكتب سواء مجال التاريخ، مجالات إبداعية أخرى إلى آخره وبلغات أخرى. يعني الفكرة في الحقيقة بدأت تتفاعل وتعطي أكلها وهي لم تبدأ بعد. ثانيا، لماذا اخترنا مفتتحا ومنطلقا لهذا البرنامج رواية جنة العرض؟ لماذا اخترناها؟ وقع اختيارنا على جنة الأرض لأنه عمل روائي مميز ومتكامل بشهادة العديد من المتتبعين والنقاد والقراء، لأن كاتبها سي مصطفى الغريالي اختار على غرار العديد من الكتاب المغاربة والأجانب التموقع زمنيا في فترة خصبة وحاسمة من تاريخ هذه المدينة، ألا وهي فترة الحكم الدولي لطنجة. هذه الفترة المتميزة بأحداث وتقلبات سياسية ومتغيرات ثقافية ومجتمعية كان لها كبير الأثر في تشكيل تاريخ هذه المدينة وهويتها الثقافية والحضارية. اخترنا هذه الرواية ببساطة لأنها تشد قارئها من أول صفحة فيها لآخر صفحة. اخترناها لأنها بالرغم من كونها أول عمل روائي للدكتور مصطفى البولياغلي فهي تنطوي على مقومات كتابة روائية ذات بناء سردي محكم وناضج. اخترناها لأنها تفيض بلغة شاعرية ووصف سلس واستقصاء مبهر لدقائق وتفاصيل نفسية الشخوص والأمكنة والعلائق الإنسانية. اخترناها لأن الكتابة فيها عن طنجة لا تندرج ضمن ما سماه شكري بكتب البطاقات البريدية أو الكارت بوستالات التي تدعي اقتناص سحر طنجة وعبقها الأسطوري، بل لأن الكتابة فيها تتنفس حقيقة تفاصيل الأمكنة وتستنفر فعلا عبق الذاكرة والتاريخ. اخترناها لأنها أيضا تسترجع صورا من ماض مشرق كانت المدينة فيه أرض تساكن وتعايش بين ثقافات وأعراق وأديان، لكن في المقابل أيضا مسرحا للعديد من صور الظلم والتهميش الاجتماعي الذي عانت منه الساكنة المحلية آنذاك في ظل الوجود الاستعماري. اخترناها لأن بطلها أحمد أو هامل كان التجسيد الدرامي الحي للتناقضات السالفة الذكر، وكان بؤرة صراع وملتقى تجاذبات نفسية وسياسية وإيديولوجية بين نمط حياة غربية جذابة ومنفتحة وقاهرة بسطوتها العلمية وجبروتها السياسي والعسكري، وبين ثقافة وساكنة محلية مطبوعة بالفقر والهشاشة ومهددة باستمرار بمخاطر المحو والاجتثاث. اخترناها لأننا أمام كاتب وروائي واعد ومتمكن من لغته ومن أدوات اشتغاله، سواء في باكورته الروائية جنة الأرض أو عمله الروائي الثاني أبواب الفجر الذي لا يقل إثارة وتشويقا وأهمية عن عمله الأول. اخترناها لنهمس في أذن صاحبها الذي أغوته الترجمة وأبحر عميقا في فلجانها وتضاريسها، بل استغرقت منه كل جهده ووقته بأنه آن الأوان ليستمتع قراءك بجديدك الروائي الذي لا شك سيكون أعمق وأروع
وأمتع. يعني هذه الكلمة نريد أن نقول سي مصطفى تبارك الله عليه، يعني عند واحد الكم هائل ديال الترجمات اللي نجزها في بضع سنوات الأخيرة، وترجمة هائلة، يعني تقرأ وكأنك تقرأ كتابا كتب بالأصل باللغة العربية، يعني ترجمة من الروعة بمكان. ولكن هذا هو الترجمة، وهو يشتكي أيضا من هذا الأمر، يعني يتستنزف الجهد والوقت إلى آخره، ونخاف على ذلك الروائي الذي تألق في العملين معا، العمل الأول والعمل الثاني، وخلق لدينا عطشا من أجل عمل روائي آخر، نترقب أن يكون يعني أكثر يعني وأبعد في إمتاعه ومؤانسته. سأعطي سيرة مختصرة الأستاذ دكتور مصطفى المريالي العبدلاوي، هو أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهنة التربية والتكوين، دكتوراه في الأدب الحديث، أستاذ زائر بماستر الأدب العربي في المغرب العلوي الأصول والامتدادات، وبماستر النص النثري العربي القديم بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بتطوان التابعة لجامعة عبد الملك السعدي، هو عضو في مختبر البحث في الترجمة والإعلام والتواصل بين الثقافات التابع لمدرسة الملك فهد للترجمة، صدر له في مجال النقد، طبعا أغفلنا صفة الناقد وأنتم غتلاحظوا، أولا كتاب الصورة الروائية دينامية التخيل وسلطة الجنس، فكر المتخيل في الرواية المغربية، دراسات في نصوص روائية مغربية، بلاغة الخطاب التاريخي، هذا كتاب جماعي، بلاغة السيرة الذاتية، أيضا كتاب جماعي، بلاغة الصورة، محمد أنقار ناقد السمات ومبدع الصرف، كتاب جماعي. إذن هذه الحاصلة في مجال النقد. في مجال الترجمة، ترجمة من الإسبانية إلى العربية، كتابا تحت عنوان مدينة النعاس، رحلة إلى داخل بلاد المغرب للكاتب أنطونيو دي سان مارتين، المركز الثقافي العربي دار البيضاء بيروت 2018. ومن الفرنسية إلى العربية، كتاب العقاب، رواية للكاتب المغربي طاهر بن جلون، المركز الثقافي العربي دار البيضاء بيروت 2019. كتاب فن الحرب للمؤلف الصيني سون تزو، المركز الثقافي العربي دار البيضاء بيروت 2019. فتاة الأمس للكاتب دولين، نعم هذا كاتب وعنده اسم مستعار، ياك ماشي أكثر من اسم طبعا. إذا فهي رواية مطبوعة مركز الثقافي العربي دار البيضاء بيروت 2020. كيف كتاب آخر، كيف تستفيد من أعدائك؟ يليه كيف تميز بين المتملق والصديق للفيلسوف والمؤرخ بلوتارخ، دراسة المركز الثقافي العربي الدار البيضاء بيروت 2020. إذا أخطيت من بعد مكتبة ساحة الأعشاب، وهي رواية جميلة جدا للكاتب إريك دو كارميل، رواية المركز الثقافي العربي الدار البيضاء بيروت 2020. وصدر له في مجال الإبداع الروائي روايتان، رواية جنة الأرض التي نسعد باستضافتها هذه اللحظة 2013، ورواية أبواب الفجر 2018.